بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وبحضور السيد سفير المملكة المغربية بلاهاي السيد عبد الوهاب البلوقي والسادة القناصدة المعتمدون على رأسهم السيد عبد العزيز التجوسي والسيد عمدة مدينة أوتريخت وشخصيات أخرى، تم تكريم الفنانة التشكيلية المغربية السيدة أمنية تقموت من خلال عرض لوحاتها بالقنصلية المغربية بأوتريخت. وفي الكلمات التي ألقوها عبر السيد سفير المملكة المغربية بهولندا وكذلك القنصل العام للمملكة المغربية بأوتريخت وعمدة مدينة أوتريخت عن سعادتهم لحضور هذا التكريم وكذلك عن مدى أهمية الفن والثقافة للتقريب بين الشعوب ومساهمة المغاربة في المجتمع الهولندي بطريقة إيجابية. هذا المعرض الفني كيثبت واحد الفكرة واحد الصورة أن الجالية المغربية تزخر بمهارات وبطاقات إبداعية تفرض الاحترام والتقدير. طبعا اليوم وبحضور السيد العمدة مدينة أوتريخت وكذلك هولنديين آخرين وأفراد والسادة القناصلة طبعا وأفراد الجالية المغربية وفنانين وفاعلين جمعويين كيعطي لهذا الحدث الفني واحد يعني واحد الصورة خاصة. وكننوه بقوة بهاد الفكرة بهاد المبادرة النبيلة ديال السيد القنصل العام مدينة أوتريخت اللي كي خصص هذا الفضاء في القنصلية، هي قاعة الانتظار في القنصلية، خصصها لواحد الحدث ثقافي وفني وكذلك خصصها لعرض وهذا ماشي أول مرة لوحات فنية لشابة مغربية كتشتغل في الميدان الجمعوي في الميدان الفني في الميدان الثقافي وكتدير عمل جمعوي خاصة مع الأطفال. هذا العمل ديالها كسبها واحد الاحترام والتقدير عند العمدة سواء هنا ولا في مدينة أمسفورد فين كتكون. كلمة اللي لقيت حاولت نبرز أهمية مثل هذه الأحداث الثقافية والفنية لما فيه من خير ومنفع الجالية ولتغيير هذه الصور النمطية الملتصقة يعني كذبا وبهتانا بالجالية المغربية. هذه الجالية اللي عندها طاقات كبيرة خص غير من جهتنا نشجعوهم باش يبرزوا في أي كل واحد في موقعه وفي ميدان وفي ميدانه. وتبارك الله هنا في اللقاءات الكثيرة اللي عندي مع الجالية المغربية وخاصة الشباب كنكتشف أن الجالية المغربية في هذه البلاد عندها ما تقول كتحمر الوجه وحتى الهولنديين تيقولوها رغم ما نراه في الصحافة. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتعرفوا منذ التولي ديال هذه المهمة كقنصل عام ديال المملكة المغربية في أوتريخت انضمت اولا معرض ديال الصور الفوتوغرافيه ديال المسيره الخضراء في المسرح ديال اوتريخت السنه الماضيه، وانضمت معرض مناسبات ديال عيد العرش المجيد السنه الماضيه للفنانه كنزه المكدناسي، واليوم بالمناسبه ديال اليوم العالمي للمراه رأيت اننا ننظموا هذا المعرض ديال امنيه تقمونت فنانه شابه في مقر القنصليه العامه للمملكه المغربيه. فبغض النظر على الطابع الاحتفائي باليوم العالمي للمرأة، هذا المعرض عنده أهداف. الهدف الأول هو أننا تنجعلوا من المقر ديال القنصلية العامة واحد لسباس ديكسبرسيون ارتستيك، مجال التعبير الفني للمغاربة أولا أو الفنانين المغاربة. ثانيا أن المغربي المواطن المغربي فاش كيجي يقضي الحاجيات ديالو تلقى واحد الإطار جميل اللي كيبسط عليه وكينفس عليه وكيزيد من الذوق والجمالية ديال 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 النفس ديالو. طبيعة الحال كما كتعرفوا العالم اليوم كيمر من أزمات وفيها بزاف ديال الاستيريوتيب على المهاجرين والمهاجرين المغاربة، فحنا كنحاولوا ما أمكن أن نقولوا للرأي العام المحلي بأن المغاربة تيقدروا ينتجوا ما هو ثقافي وما هو فني، وأن المغاربة في جلهم وفي أغلبيتهم والمسلمين في جلهم في أغلبيتهم قادرين ينتجوا ما هو حضاري. شكرا.
تقموت فنانة تشكيلية عصامية تسكن مدينة أمسفورد الهولندية عبرت عن سعادتها بتحقيق أمنيتها بعرض لوحاتها بالقنصلية المغربية بأوتريخت، شاكرة بذلك السيد القنصل العام بهذه المدينة. أنا أمنية تكمنت فنانة تشكيلية، واليوم عندي المعرض هنا في القنصلية ديال أوتريخت، وأنا فرحانة وفخورة بهذا التكريم، والسيد القنصل شرف بيا وكبر بيا، عطاني الفرصة باش ندير المعرض ديالي هنا. هذه أمنية ديالي تحققت هذا النهار. الفن اللي كان رسم أنا هو فن أبستغي، الفن التجريدي، كان رسم من الإحساس ديالي انتويتيف، وكنجيب انسبيريشن من اي حاجه، من الطبيعه. سبحان الله، هادشي من عند الله. انا اوتوديداكت، كنت انا دائما كان عندي الموهبه ديال الرسم. ملي كنت صغيره كنت كان عندي خالي فنان تشكيلي، وكنت كنمشي عنده للاتيليي وكنرسم عنده، وسبحان الله سنين ما رسمت. انا قريت الهندسه الديكور ستايل استير، رجعت ستايليست، وسبحان الله دابا شي 8 سنين وليت كنرسم، ومع عند الله الحمد لله. شكرا على هاد الفرصه باش نبين الفن ديالي لكل واحد، الباسي ديالي، الباشون ديالي، هوايتي، وهذه قلبي وروحي. وكنقول للبرنامج شكرا، شكرا بزاف، ومرحبا بكم. الى جانب الشخصيات الرسميه، حضر هذا التكريم العديد من الفنانين والناشطين الجمعويين ومحبي الفن والثقافه من اصل مغربي وهولندي. عبروا بدورهم عن اعجابهم بتقموت واعمالها التشكيليه، وكذلك عبروا عن سعادتهم لتنظيم مثل هذه الايام في القنصليات العامه للمغرب. كمالية الغازي، ik ben van Kamalia Creations. Ik ontwerp kleding en bestaan 17 jaar. En ik ben in aanraking gekomen met Omnia omdat ze me benaderd heeft of ik haar wil sponsoren voor de kleding. Als ze dus de expositie zegt dat ze een mooie creatie van ons kan aantrekken. Ja, ik vind het een eer om hier aanwezig te zijn. Ik ben hier voor Omnia, die prachtige kunstwerken maakt. En ook leuk dat het nu ook de internationale dag is van de vrouw. Dat ook tijdens zo'n gelegenheid haar expositie wordt gehouden. Ik vind het geweldig wat ze doet. Het is een vrouw die werkt vanuit haar hart en haar passie volgt. En ik van Kamalia Creations support haar ook. Ik sponsor haar met de kleding. En ja, het is geweldig wat zij hier heeft neergezet. En ja, prachtig kunstwerk en echt een ware kunstenares. Mijn naam is Isafa, Shakouri Larousi, مدينة Utrecht, هولندا. وجيت اليوم لهاد اكسبوزيسيون ديال السيدة أمنية باش نفتخروا بها بهاد الجميل، مزيان بزاف، حيتاش برغميستر برغميستر ديال اوتريخت كان هنايا اعزائي. على داكشي كانت نهار ماشي بحال نهار اخرين، حيت نيلاندس gezicht is erbij gekomen en daardoor is het tussen Nederland en Marokko nog meer naar voren gekomen, het beeld. Heel veel mensen niet zoveel kennis hebben over de Marokkaanse cultuur en die dan toch wel de Marokkaanse paspoort dragen. Dus ik vind het heel bijzonder dat met dit soort evenementen dat we met elkaar zijn en dat we juist kunnen praten over welke kennis we allemaal hebben door te netwerken, door elkaars expertises te zien. En met dit soort evenementen zien we natuurlijk ook weer haar expertise, haar kunst. En het is niet een eenzijdige kunst, het is kunst dat we kunnen zien met een Marokkaanse achtergrond. Dus het spreekt meer, het heeft veel meer te vertellen. Ik vraag iedereen om te blijven luisteren naar dit kanaal. En ook vooral best te doen voor de Marokkaanse cultuur en ook voor de vrouwen. Want Marokkaanse vrouwen zijn toch wel echt de sterkste vrouwen op de wereld, vind ik. Dus dat is echt wat ik aan jullie wil meegeven. Dat we eigenlijk juist onze cultuur moeten omhelzen.
سيدي هذا المعرض العظمة الحمد لله كنجتمعوا فيه مع الإخوان والسلطات المغربية والهولندية وكل شيء داز على أحسن ما يرام، وكنا احنا فخورين بهذا الجيل الثالث اللي الحمد لله وصل لهذه الدرجة هذه والحمد لله والشكر لله وتبارك الله عليكم حتى انتم. صراحة هذا اليوم يوم مميز جدا، التميز ديالو أنه شاهد معرض ديال لوحات الموهوبة أمنية، وهذه مناسبة انطلاقة أولى من نوعها يمكن هنا في هولندا وخصوصا في أوتريخت باش تكون باش تعطي الانطلاقة كاع السيدات والفتيات اللي عندهم مواهب ديالهم يتشجعوا ويبينوا هذه المواهب في المستقبل إن شاء الله. وكما شفتي كان الحضور رائع وكبير من الجالية المغربية سواء المقيمة هنا في أوتريخت ولا في النواحي، هذا كيدل أنه كاين حتى الاهتمام في هذا من في هذا الموضوع موضوع الفن وبصفة خاصة موضوع الرسم. Ten eerste ben ik super trots op mijn zus. Ik vind het echt super knap wat zij vandaag allemaal voor elkaar heeft gekregen. En dat ze de ambassadeur, de consul-generaal en ook de burgemeester van Utrecht allemaal onder één dak heeft zien te krijgen. Dus eigenlijk kan ik niet meer zeggen dan dat ik hartstikke trots ben op mijn zus en dat ze het voor elkaar heeft gekregen. Ik denk dat het heel belangrijk is, want het is een manier van je emoties uiten en je identiteit bepalen. En doordat Omnia vandaag hier heeft kunnen staan, heeft ze haar deuren kunnen, of de deuren kunnen openen voor andere jonge Marokkaanse artiesten.